بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا يا شباب في صفحة 220، افتح الصفحة. عندنا الكلمات الموجودة أمامكم في هذا الجدول، كلمات كتبت بطريقة صحيحة أم خاطئة؟ طريقة خطأ. نعم، هذه الطريقة الخطأ التي كتبت بها هذه الكلمات نريد أن نصحح هذه الكلمات. فمثلا إذا جئنا عند كلمة الأئمة، كيف؟ ما الخطأ الذي فيها؟ همزة كتبت على. لم أقول لك تكلم يا أخي، لم أقول لك تكلم، صح؟ هيا يا بني، ما الخطأ الذي موجود فيها؟ الأئمة. أسألك، كيف نكتبها بطريقة صحيحة؟ يا أخي لماذا حينما أتكلم معك تفعل؟ ما هذا؟ ما هذا يعني؟ ماذا تفعل هذا؟ تفضل يا سفيان. كيف؟ كيف؟ حمزة صوت ألف تكتب تحت الألف. تحت الألف؟ لا لا. خذ يا سفيان اكتبها. لماذا لا تعرف يا بني؟ لماذا لا تعرف؟ لماذا تجلس ولا تعرف؟ مزمل، لماذا تجلس ولا تعرف؟ وأنت يا أخي لماذا تجلس ولا تعرف؟ أنت كنت معنا واستمعت إلى شرح الدرس، أليس كذلك؟ تعال يا مزمل اكتب كيف يكون صوابا؟ نعم، هيا يا بني صحح الخطأ، هذا يوجد فيها خطأ الآن. كيف نصحح الخطأ الموجود فيها؟ الأئمة. هذه الأمة، الأئمة. سنت، هذه يا شباب الأئمة هكذا تكتب. هل انتهيت يا أخي أم انتهيت أم باقي؟ الحمد لله. طيب يا شباب، أجئتنا، أجئتنا، تعال يا أسامة اجلس يا سفيان. أجئتنا، هل أنا قلت أجئتنا؟ من يا شباب صحح؟ لماذا لا تعرف يا أخي؟ تعال يا عواد.
طبعا انت لست متفرغا الا في الكلام الفاحش فقط صح؟ من سمعه يا شباب؟ من سمعه؟ من سمع عواد؟ سمعته؟ متأكدون؟ نعم سأل، بس متأكدا أنا متأكد. لا أنا أريد الذي متأكد. سأقول في الإنجليزي له. نعم. بعد الحصة أخبر الإدارة، أخبر الشيخ معاذ بعد الحصة. لا 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 تخبر الشيخ معاذ بعد الحصة. أجئت أنا. ما هذا؟ تعال يا شعيب. أحسنت، أجئتنا. الهمزة تكون على الياء وليست. ماذا؟ ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ أنت تتكلم مع الشيخ معاذ، لا تتكلم الآن، اذهب. طيب عندنا بعد ذلك يا شباب إحياؤه. تعال يا إبراهيم بسرعة بسرعة بسرعة. بدون نقاط. أحسنت. طيب يا شباب بعدها أخطأوا. تعال أخطأوا بسرعة يا أخي بسرعة حتى لا يضيع منا الوقت. هل هذا صح يا شباب؟ أخطأوا أخطأوا. من يعرف يا شباب يكتبها بطريقة صحيحة؟ حسين تعرف؟ هل يوجد غيرك حسين؟ تعرف؟ تعرف؟ تعال. إذن لماذا تخاف؟ أنا أقول أخطأ أخطأوا. تعال. أسرع. من يعرف يا شباب؟ تعال. أحسنت 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 ما شاء الله. إذن هذه خطأ، هذه خطأ. طيب بعد أخطأوا يا شباب أساءوا نفسها.
أساءوا ليجزي الذين. طيب إسرائيل. ها سهلة. كيف تكتب الهمزة؟ حسنت. لماذا؟ الهمزة مكسورة ليس قبلها. إسرائيل لا تقول قبلها كسرة. كيف قبلها كسرة؟ قبلها حرف ساكن. اتفقنا يا شباب أن هذا وهذا وهذا يساوي سكون. ألف المد وواو المد وياء المد تساوي حرف ساكن. يعني هذا الحرف ساكن. يعني إذا جاء تكون الحرف ساكن. طيب أسماءه. أسماءه أين الهمزة؟ على الواو. لا لا على السطر. هيا يا شباب أين الهمزة؟ على السطر. لماذا؟ والمد تساوي ساكن والهمزة مفتوحة. طيب يا شباب بعدها أنبياء. أسماءه وأسماؤه وأسمائه. طيب لا أسماءه أسمائه. هذه أسماءه بالفتح. أسماؤه بالضم. أسمائه بالكسر. طيب بعدها يا شباب أنبياؤهم. أنبياؤهم أين الهمزة؟ كيف أنبيائه؟ أين من أين أنبيائه؟ واحدة فقط يا شباب. أها نعم أنبياءه. أين الهمزة؟ لا. يا أخي. طيب أنبيائه وأنبياؤهم. كيف أين الهمزة؟ أنبيائه. على الياء. وأنبياؤهم. جيد. أنشأوا. أولئك. ها أولئك. نعم يا أخي. استأذن. هذه صحيحة لا يوجد فيها شيء. هذه صحيحة ليس فيها شيء. بئر او بؤر. بؤر بؤر على واو. عندنا بعد ذلك يا شباب تؤمن. ها طب يا شباب هكذا لا يصح. هذا نحن الآن لا يوجد نظام. تؤمن صحيحة. هذا صحيحة ليس فيها شيء.
طيب قبلها مفتوح. استأذن. لا ما سكون. طيب يا أخي هذه ما بها ها تو أول ها بعدها يا شباب لا تساءل لماذا؟ إذا كانت الهمزة المتوسطة مفتوحة وقبلها ألف أو واو مد تكتب على السطر. حقائق على الياء. خطأك خطأك اصبر يا أخي دائبين لماذا لا تكتب يا عواد؟ جبت الكتاب الأول جئت فقط لتقول كلام غير جيد وتذهب صح؟ دائما ما الكلمة دعاؤكم ما تسمع إليه اكتب ما تستمع إليه اكتبه جيدا إن شاء الله بسم الله واحد علماؤنا علماؤنا هم ملجأنا هم ملجأنا ملجأنا بعد الله علماؤنا هم ملجأنا بعد الله انظر أمامك يا عواد الجملة الثانية بسمت علمائنا بسمت علمائنا يتأدب
بسمت علمائنا يتأدب أبناؤنا. بسمت علمائنا يتأدب أبناؤنا. الجملة الثالثة: آباؤكم آباؤكم وأبناؤكم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون لا تدرون رحمك الله أيهم هذا في القرآن نعم لا تدرون أيهم لا تنظر هنا وإلا كسرت رأسك انظر أمامك لا تدرون أيهم أقرب أقرب لكم نفعا لكم نفعا نفعا الجملة الرابعة إن تدعوهم إن تدعوهم لا يسمعوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم بس يا شباب انتهى افتح تدريبات الوحدة التاسعة قلنا الآن التدريب الثاني الصفحة رقم 210 التدريب الثاني ما زلت أستمع إلى صوت بغير اللغة العربية من يريد أن يدفع 50 ريالا فليتكلم بغيرها لا كلام لا كلام تقول هذول قل هؤلاء اللغة الصحيحة هؤلاء نعم نعم الحمد لله أنا ما أعرف اللغة الإنجليزية أنت قلت نعم لأنه لا يفهم العربية وهو لا يدرس في الوافي أما أنت تدرس في الوافي الوحدة التاسعة الدرس الخامس 58 تدريب الثاني صفحة 210 نعم صفحة رقم 210 تفضل يا أنت ما اسمك؟ تفضل يا مزمل وائم يعني اكتب مبدأ ها مبدأ ماذا؟ تبرير الثاني جعل بين الكلمات في القائمة ألف يعني صل بين ألف وباء مبدأ واحد ال مبدأ ال الشريعة المساواة هو سؤال لمزمل ليس لكم اكتب عندك مبدأ المساواة مبدأ المساواة صلها الآن الآن صلها يعني اكتب بجوار واحد حاء اثنين دعاة حاء ليست هاء حاء ليست هاء دعاة ال لا المبادئ دعاة المبادئ اثنين طاء اثنين طاء
ثلاثة. هيئة خطأ. خطأ. هيئة الأمم المتحدة. إذن ثلاثة هاء. أربعة المجتمع الأخيرة. الإسلامية. الإسلامي ياء. المجتمع الإسلامي ياء. أربعة ياء. خمسة دفع الظلم. دفع الظلم معناها إبعاد الظلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع الظلم عن كل الناس، ليس والله عن الناس فقط بل حتى عن الحيوان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما حتى بالحيوان. خلاص؟ نعم. دفع الظلم. رقم ستة التكاليف الشرعية. التكاليف الشرعية دال. رقم ستة دال. رقم ستة دال. رقم سبعة لا 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 باء صحيحة دون استثناء صحيحة. يريد منك أن تأتي بالكلمة الموجودة في النص ليس من عقلك، ليس من عقلك. يعني في القرآن من دون الله صحيح؟ نعم. لكن هو يريد من النص الذي عندك دون استثناء. حدود الإسلامية. حدود خلاص اخترنا الإسلامية. حدود الله. حدود الله. التزموا حدود الله. يوم القيامة. يوم القيامة وأهل الأرض. إذن حدود الله. الثامنة جيم. التاسعة واو. العاشرة ألف. أهل الأرض. العاشرة ألف وهم أهل الأرض. لا خطأ. علمه الصحيح عادي. هو جاء ليتعلم، لم يجي أو لم يجئ ليسكت، هو جاء ليتعلم ويتكلم. كلنا نتعلم، ما المشكلة أن يخطئ الطالب؟ هل يوجد مشكلة؟ لا. أبداً. طيب هات من النص كلمات مضادة، كلمات عكس الكلمات التالية. انتظروا انتظروا لو سمحتم، انتظروا لو سمحتم. خلاص كل طالب سؤال. تفضل يا حسن اقرأ وجاوب. تفضل يا حسن اقرأ وجاوب. في العصور القديمة نجد الإنسان، نجد نحن الإنسان أكثر محافظة على البيئة الحديثة. نعم. الأولى الحديثة. حديثة أيضا. الثانية عمليا بل. والله كتبت لكم هنا أمس عملية ما مضادها. أحسنت أحسنت يا عمر. بل نظريا كثيرة. سؤاله سؤاله ليس سؤالك. تفضل يا بني. كثير من الدول. تفضل. لقاؤنا غدا ان شاء الله اليوم. امس. لقاؤنا غدا. ها امس. انتظر يا محمد اقرا ما بعدها وجاوب. انت محمد ساحل لايق. اقرا يا محمد ساحل. لا يفرق الإسلامية بين عامية وغيرهم. العامة ما ضدها. الخاصة. هو يعرف، هو يعرف. اترك له سؤاله، اترك له سؤاله. خذ أنت السؤال الثاني، جاوب على الذي بعده. ماذا يفعل يعني؟ لا يجيب. ما الإجابة؟ الأبيض. ما ضد الأبيض؟ الأسود. الأسود.
عبد الله نعمان اقرأ واجب. ينبغي أن الأسود اكتبها صحيحة من السبورة. ما مضاد تعدل؟ اصبر يفكر، والله يفكر هذا الولد. عبد الله نعمان، ما مضاد العدل يا عبد الله؟ ها، ما مضاد العدل؟ تبدأ بالظاء، الظلم. إذن تعدل تظلم، إذن تعدل تظلم، لأن تعدل فعل مضارع وتظلم فعل مضارع. الله لا يظلم واحدا. تفضل يا ساجد. متى تكون فارغا؟ ما مضاد فارغ؟ ممتلئ. لا، يريد الكلمة الثانية، لا يريد ممتلئ، ليس كوبا إنما إنسان. ها، متعجلا. مش مشغول. مشغول. ما مكتوب فارغا؟ إذا مشغولا. تفضل. لست سعيدا اليوم، حزينا. حزينا. تفضل يا بني اقرأ واجب أنت. هذا رجل وضيع. ما مضاد وضيع؟ وضيع في الحديث إذا سرق فيهم الشريف. أحسنت. لا يجاوب من رأسه، يرفع يده. المعلم رآه يريد خلاص، وهذا الطالب لم يجب أعطيته الفرصة. هذه هي الدراسة، لأن يوجد في الفصل مثلا 15 طالبا، فالكل يريد أن يجاوب. لك فرصة، أترك لزميلك الفرصة خلاص، وخذ وقتك. تفضل يا إبراهيم اقرأ وجاوب. لا مشكلة، تفضل. من والها، يعني طريقتها، نفس الطريقة، نفس تنفذ الحدود على جميع بلا استثناء. تنفذ القوانين على الجميع بلا استثناء. تنفذ معناها تفعل، تنفذ معناها تطبق وتفعل. تنفذ القوانين على الجميع، على الجميع بلا استثناء. اكتب من عندك. أحمد صالح تفضل اقرأ وجاوب. تنفذ الحدود على القوانين. خلاص خلصناها. التي بعدها جميع. ها، تنفذ الحدود على جميع الغرف بلا استثناء. تنفذ القوانين ليست حدود. كيف غرفة ننفذ عليها حد؟ نقطع يد الغرفة؟ تنفذ القوانين، يعني القانون يطبق على جميع الغرف. تنفذ القوانين على جميع الغرف بلا استثناء. تفضل. ما معنى يحاسب؟ موجودة في السطر التي تحتها. يؤنب أو يلوم. يؤنب أو يلوم. لماذا أنا فعلت هذا؟ لماذا أنا ظلمت صديقي الطالب؟ هذا اسمه يلوم، يؤنب، يحاسب، نفس المعنى. إذن ظل يؤنب نفسه حتى أشفق عليه الناس. نفس الجملة، لكن بدل من يحاسب يؤنب. ظل نفس الجملة التي أعلاها. ظل يؤنب نفسه حتى أشفق عليه الناس. طيب تفضل. لا، لو ألام نفسه
لو لام نفسه الناس لن تكرهه. يتحدث عن نفسه، يتكبر على الآخرين، ظل يتكبر على الآخرين حتى كرهه الناس، صح؟ إذن هذه جيم في السؤال الثاني، باء في السؤال الثاني، ظل يتكبر على الناس، أنا أفضل منكم، أنا كذا أنا كذا، حتى كرهه الناس، صح؟ ظل يتكبر حتى كرهه، حتى كرهه الناس. جيم جيم ظل يعدل حتى أحبه الناس، صح؟ ظل يعدل حتى أحبه، يعني تكتب عندك ظل وتكتب حتى أحبه. طيب اترك لي هذه، هذه أنب نفسه هذا التأنيب خشية الله تعالى، حاسب نفسه خشية الله تعالى. انتظر انتظر انتظر، حاسب نفسه خشية الله تعالى. حفظ السر، حفظ ماذا؟ خشية الله تعالى. حفظ السر خشية الله تعالى. رب ها الحيوان، رب الحيوان، كيف؟ رب الطفل هذه التربية طاعة لله، رب الطفل هذه التربية طاعة لله تعالى، طاعة لله تعالى، رب الطفل هذه التربية طاعة، طاعة تكتب هكذا يا رجال، صلحها عندك لله تعالى، طاعة لله تعالى. طيب الجملة الأخيرة، سعى بنفسه، سعى بنفسه، ها كل هذا السعي، كل هذا السعي طاعة لله. خلاص.